تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، كان عندنا من أبرك الليالي بفضل الله عز وجل، بفضل هذول المباركين. كان معي اخي دكتور هاني البنا واخي الحبيب هذا الوجه المبارك، شوفوا هذا الابيض ده، اخي دكتور ادم الله يحفظه بيكر. فالحمد لله الحمد لله، الله عز وجل تجلى علينا، وبشركم تجلى علينا برحمته وكرمه في هذه الحملة المباركة التي كان عندنا في قناة الحوار. نحن الآن في طريق عودتنا إلى برمنغهام. جزا الله خيرا دكتور هاني وأخي أبو بكر الذين آسروا أن يكونوا في ليلة القدر في إحياء من لا بواكي لهم، إدخال السرور على الذين لا يجدون لقمة الطعام ولا العلاج ولا مأوى يسكنهم، فأتوا معي جزاهم الله خيرا، ربي يتجلى عليهم. فكان عندنا حملة من أجمل حملات تقريبا، وكانت مشاركات من العمان، من سلطنة عمان، من السعودية، من استراليا، من السويد، من كندا، من فرنسا، من ألمانيا، تركيا، اسطنبول، من تركيا، يعني سبحان الحنان، من السودان، يعني من السودان. كانت البداية دكتور هاني الذي ما شفته ما شاء الله، مشاركة من السودان تقريبا ب 1800 بوند، مليون جنيه سوداني، من رجل الأعمال الشيخ عاطف الله يرفع قدره. فكانت ليلة مباركة. المبادرات اللي جاءت من دكتور أبو بكر، المبادرات اللي جاءت من دكتور هاني بنا، أخي أبو حنين، وبنتنا المباركة اللي كانت معنا بسملة ما شاء الله، وعدنان الذي أبدع معنا في قناة الحوار وفي تقديمه في ترقيق الغروب، وأخوات اللي شاركوا من أستراليا، من ألمانيا. يعني حقيقة يا دكتور هاني، يا دكتور، أنا جاي في الغرفة وقلت لأحد الموظفين، أنا قاعد أمشي، قلت له حملة الليلة ما عندي حاجة مدمونة في يدي، لكن عندي قناعة بأن الله سيفتح لنا. فيا دكتور، طبعا أنت أستاذنا والقدوة حقنا، ربي يحفظك. إذا به ندخل الغرفة كما رأيت، الحمد لله خرجنا تقريبا إن توتال ما يقارب 70,000 باوند، 75,000 باوند، والله أكبر. والكول سنتر، مركز التليفونات، اتصالات في المكتب، ما شاء الله شغالة تمام إلى الآن. فماذا تقول؟ ودكتور هاني بنا متحمس، خلوكم مسحسعين فتسمعون. فقول لنا دكتور هاني، مشاعرك كيف كانت الليله؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا مشاعر النهارده مش فرح فقط، بهجه بحب الله لكم جميعا، وحب الله سبحانه وتعالى لمن ساهم ومن لم يساهم، ولمن دعا لنا وكان في حاجه للحاجة نفسها. لأن المشوار بدأ مع إيثار منذ سنوات، وكنا نحاول جاهدين بأننا نعرف بإيثار للمجتمعات المختلفة، واليوم الذي حدث هو ثقة المجتمعات المختلفة، سواء كان في كندا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أستراليا أو في أفريقيا، بإيثار وليس بشخص معين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إخلاص نوايا الإخوة والأخوات العاملين في المؤسسة والقائمين عليها. نمرة ثلاثة، إخلاص المتطوعين المتفانين في أعمالهم من أجل إسعاد أصحاب الحقوق، كأمثال أخونا أبو بكر اللي هو يقودنا الآن وأتى بنا بعربته ويرجع بنا بعربته مرة ثانية. ثالثة، اللي هو حب الملائكة لينا، ففي هذه الرحلة اصطحبنا في طريق مجيئنا إلى لندن بآلاف الملائكة الذين كانوا يتمنون أن يروا منا بديع العمل بعد بديع القول. ثم في رجوعنا تزداد وتتضاعف أعداد هذه الملائكة بآلاف وعشرات آلاف، يهنئوننا بما سوف يأتي به الله لنا
ليس لنا أشخاصا لكن لأصحاب الحقوق للفقراء والمساكين وما نسميهم معوقين أو أيتام أو أرامل في أريتريا وفي كل مكان في العالم من بركات وخيرات. فهؤلاء الملائكة يستغفرون الذين أمنوا وأنتم الذين أمنوا ونحن معكم. فلذلك الصحبة الجميلة معنا في كنف هؤلاء الملائكة بالآلاف أو عشرات الألوف اللي هم مشوا معنا أو طاروا معنا أو صاروا معنا في الرحلة منذ أن خرجنا اليوم من مدينة برمنغهام في بعد الساعة 6 إلى أن نرجع منها مرة أخرى بعد تقريبا اللي هو 1 صباحا من اليوم الثاني، نقول فيها نحمد الله سبحانه وتعالى. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان فوق الحمد حمد فنقول نحمد الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الذي ييسر لنا ما نقول، وييسر لنا ما نفعل، وييسر لكم القبول في درجات العلا إن شاء الله في الدنيا والآخرة. اللي حصل اليوم بالنسبة لنا يعتبر شيء إعجازي، مؤسسة بسيطة صغيرة تتحدث عن قضية منسية مهجورة لمن لا بواكي لهم. ويأتي الأفراد وليس الحكومات وليس المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الدولية أو إلى آخره. يتبرع من تبرع بالدولار وبالجنيه وبالريال وبالدرهم وبالليرة وكل هذه الأشياء وبالجنيهات واليورو إلى آخره. من أشخاص بسطاء كأمثلنا جميعا. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على صحبتكم وصحبة الملائكة لنا في طريق الذهاب وطريق العودة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أستشعر حقيقة هذه الصحبة المباركة، ليس فقط صحبة أبو بكر وأخونا السلطان أبو سلمان، ولكن صحبة الملائكة الذين يسيرون معنا من برمنغهام إلى لندن ثم من لندن إلى برمنغهام، ويستغفرون لنا جميعا وليس لثلاثتنا فقط لكن لكل من كان معنا في هذه الحملة وكل من يستمر معنا في هذه الحملة. لأننا نريد أن نصل اليوم إلى 100,000 جنيه. احنا تعدينا 75,000 جنيه، وده كان رقم إعجازي لمؤسسة تريد أن ترسم البسمة على قلوب المحتاجين من أبناء قضية منسية. فال25,000 الآخرين ستأتون بها بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الرازق والباسط والقابض والرافع والخافض والمعز والمذل هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نرجو من الله سبحانه وتعالى رجاء أن يستعملكم في استكمال هذه المسيرة إلى أن نصل جميعا بهذه البسمات والرحمات والمغفرات إلى أبنائنا وإخواننا من أصحاب الحاجات أو أصحاب الحقوق في هذه الأماكن. وجزاكم الله خير، وإحنا نستكمل معكم. نسمع من أخونا أبو سلمان معنا، تفضل. يا شباب قبل ما تسمع مني نسمع تعليق الدكتور أبو بكر. كيف كانت شعورك هذه الليلة ونحن راجعين من حملة هذه المباركة؟ والله أنا سعيد جدا. طبعا وإحنا جايين على لندن أنا كنت بقول في نفسي بأنه كان معنا في الحملة الماضية الدكتور من الكويت، ما أذكر اسمه، إيش اسمه؟ دكتور وليد الطلعت. دكتور وليد كان معنا من الكويت، فأنا كنت متوقع أنه لأنه ما في معنا أحد من الخليج وهم أهل التبرعات، فكنت متوقع أنه يعني لو طلعنا بعشرين ألف 30,000 الليلة الليلة يكون ممتاز جدا. بعد ما خلصنا والأستاذ أبو سلمان بيقول لي بأنه إحنا وصلنا ل 72,000، أنا صراحة صدمت. بسم الله ما شاء الله. يعني طبعا ده غير التبرع اللي ما عندك، غير الثلاثة اللي عندي، نعم، في المجموع 75,000 من كم كان التبرع بتاع الحملة الأولى؟ أظن كان 50,000، لأن إحنا أحسن. إحنا أحسن، نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله رب العالمين. نحن يعني أنا أفتخر إنه ربنا سخرني إني أصطحب الصالحين مثل الدكتور هادي والأستاذ أبو سلمان، وأنا العبد الفقير يعني العاصي بينهم، نسأل الله أن يغفر لنا. يعني أنا أحمد الله إني أنا كنت سبب يعني أن أحد الأسباب يعني إنه ربنا سخرني يعني استخدمني كآلة آمين لي
جلب هذه الأموال للفقراء. وجزا الله خير إخواننا اللي تبرعوا، وما زلنا نريد المزيد، وما زال إخواننا الإريتريين يحتاجون المزيد، وما زال ليس المستحقين ولكن أصحاب الحق كما قال الدكتور هاني، أصحاب الحق علينا يحتاجون الأكثر فالأكثر. وأنا قاعد أسوق فمش مركز معاكم، أنا مركز مع اللي أمامي. لا بركز عشان ما يعني كده ما بس، وهذا بث مباشر الآن، فأنا خديت 3 نقاط في الرخصة ومن 50 يكفي يا عم. طيب النور كان حلو هنا. نعم أنا أقول أخي الحبيب يا من تسمعني الآن، أختي الغالية، أيها الأبناء، يعني دكتور هاني هذا الذي كان يتكلم كلام ما بسيط، يعني خبرة العمل تقريبا 40 سنة يعني من الذين قاموا على هذه المؤسسات وأحيوها. أنا أعرف كثير منكم له ظروف ووضع خاص، لكن الليلة فلتكن عندك نية بينك وبين ربك أنك تكون من الداعمين المستمرين لعمل الخير هذا. من أجل إيش؟ من أجل مصلحتك أنت. إياك ساعد دكتور هاني بنا، بس في حاجة عفوا أبو سلمان، أطلب من اللي قاعدين يتفرجوا انهم يعملوا إعادة يعني شير، مشاركة هذا البث حتى يوصل لأكبر عدد ممكن الآن. وطبعا هذا أقل شيء ينبغي أن تعمل فيه. قولوا قولوا يعني أنا دكتور وكر بيقول ليش أنتوا الآن اللي من معانا سواء كان شخص واحد أو شخصين أو أربعة، اعمل شير هذا البث لعل وعسى مشاركتك تنفع الآخرين، وعندما يصل هذا البث إلى الآخرين إذا تبرع بدرهم أو بدولار أو بريال فأنت المشاركة تدل على الخير كفاعله. أنا اللي عايز أقول لكم يا شباب، الأعمار هذه بين يدي الله عز وجل، ما ندري متى نرحل من هذه الدنيا. آمين. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا بما يحب الرحمن ويرضى. آمين. وتكون أقوالنا وأعمارنا كلها في رضا الرحمن. آمين. فأنا عايزك أخي أختي، رغم ظروفك ومشاكلك ومسؤولياتك، خلي همتك عالية دائما يا رب، وخلي ثقتك فيما بين يدي الله جل، فيما بين يدي الله عز وجل أكبر وأقوى. آمين. إذا أعطيت شيء لله سيعودك. آمين. صح؟ آمين. لا يمكن يضيع منك كثير. فأنت الليلة بادر بينك وبين نفسك بأي طريقة يمكن تشارك، بأي طريقة ممكن تنشر، بأي طريقة ممكن تستمر على العطاء. الصفقة الليلة دكتور هاني برا تختلف عن صفقة الأسبوع المقبل. نعم. صح ولا لا؟ نعم. نحن في 10 الأواخر من رمضان. سابقون السابقون. والليلة 27 الليلة ما شاء الله نحن مصبحين عليه، إن شاء الله نكون ممن يتجلى عليهم الخالق. فدع بينك وبين ربك عهد وميثاق ووعد بأنك ستسير على الدرب وتكون يعني صاحب الهمة في رفع القضية عن معاناة أهلك وإخوانك، وحيث يكونون الناس المحتاجة. نحن في إسارة دكتور هاني كما تعلم. نعم. لا نفرق بين هذا وذا. نعم. نحن قاعد نتكلم على لهجة إسلامية لأن نحن في أكمل المسلمين نعتز بديننا. نعم. وليلة ليلة القدر نسأل الله أن نكون من الشاهدين لها. يا رب. لكن في أرض الواقع إسارة تعمل مع مسلم مع غير مسلم. صح. وهذا ديننا يحسنا، ما نفرق بين هذا وذاك. وتعرف كما تعلم أخي دكتور أبو بكر برضو عندما راح معي زار نعطي. نعم. للمسلم والغير المسلم ما يتوفر. صح. في هذه المعسكرات لكل الناس. نعم. فأنا عايزك الليلة استغل الفرصة، عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اعمل شيء. الآن واحد منكم لو يقول أنا إن شاء الله سأعمل مبادرة كذا لكي نكمل مبلغ هذا قبل ما ينتهي رمضان إلى 100,000 باوند، والنعم ليش لا، عبر أصدقائك أصحابك تتواصل مع الناس، وإن شاء الله في هذا المجال نسمع رسالة دكتور هاني بنا ونختم بها. ما تقول دكتور؟ أنا أقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله أن ربنا جعلنا نكون ممن أقاموا ليلهم في هذه الليلة في محاولة خدمة أصحاب الحقوق، ولا ندعي أننا يعني قادرين على خدمتهم. وزي ما قال أخونا أبو بكر وقال أخونا سلطان أبو سلمان، أقل شيء ممكن نعمله أن احنا ننشر الرسالة، ننشر رسالة، رسالة حاجة أصحاب الحقوق لإيصال حقوقهم ليهم، رسالة حبنا لأصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين والمعوذين والمعوقين والأيتام والأرامل في أريتريا، في داخل أريتريا، وكذلك في السودان، وكذلك في اليمن، وكذلك في كل مكان في العالم. رسالة حب يعني إثارنا لما عندنا للتبرع به لإخواننا، ولدنا أثنى على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الأشياء
يعلمها الله سبحانه وتعالى جيدا. الله يعلم في مكنون علمه اللدني أننا في هذا اليوم كنا سنذهب إلى الحوار ونرجع مرة أخرى، يعلم في مكنون علمه أننا سنجمع هذا المبلغ، ويعلم كم ستجمعون معنا لكي استكمال مبلغ آخر. الله يعلم، لكن يجعلنا جميعا أدوات في استكمال هذا العمل الجليل الذي يسعد الزراع ويفرح الزراع ليغيظ بهم إيه؟ الكفار والعياذ بالله. لذلك لا تبخلوا على أنفسكم، ولا تبخلوا على أبنائكم، ولا تبخلوا على ذويكم، ولا تبخلوا على أحفادكم، ولا تبخلوا على من تحبون بأن تكونوا في هذه الرحلة، الرحلة التي يصطحبنا فيها عشرات الآلاف من الملائكة الذين يستغفرون لنا جميعا، وليس لي ولا أبو بكر ولا أبو سلمان فقط، ولكن لنا جميعا يستغفرون لنا، بالإضافة إلى دعاء أصحاب الحقوق الذين ليس بيننا وبينهم أي علاقة أو أي صلة مادية أو أي قرابة. فكونوا لهؤلاء الناس، لأن أنتم أهلا لإحداث التغيير المجتمعي المنشود وإدخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الناس، على قلوب هؤلاء الناس. فلذلك اليوم والساعات دي بالذات التي يتنزل فيها الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فأسأل عباده الذين يقومون الليل ويقفون بين يديه، فما بالكم أن اليوم قد يكون ليلة القدر، اليوم أحد الليالي الوترية في رمضان، اليوم يوم مبارك، اليوم يوم سفر ودعوة المسافر مقبولة أيضا، اليوم ليلة الحاجة، الحاجة لإسعاد الآخر، الحاجة لرفع كرامة وقيمة وقامت كل من كان في حاجة من أصحاب الحقوق، فأنتم لها بإذن الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودكم في هذه الليلة، فيشفي كل مريض منكم، وينجح كل محتاج منكم للنجاح، ويسدد خطى كل من خطأ في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويقلل آلام غربة المغتربين، ويفك الأسر عن المساجين والأسرى والمعتقلين ظلما في كل مكان وفي كل زمان، ويجعلكم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر بإذن الله سبحانه وتعالى. ورمضان ليس شهر واحد فقط، رمضان هو كل يوم في السنة، وليلة القدر هي كل ليلة في السنة، ليس فقط ليلة نعدها ب 83 سنة أو بألف شهر، أبدا، في كل ليلة من ليالينا في هذا العام أو العام القادم أو الأعوام القادمة لابد أن يكون لنا ليلة في كل يوم من ليالي السنة، يعني يكون لنا في كل ليلة ليلة قدر يأتي الله سبحانه وتعالى فينا فيها فيغفر لنا ويغفر لكم، وارحمنا وارحمكم، وارزقنا وارزقنا، ويشفينا ويشفيكم، وترتف بنا وترتف بكم. هذا هو المعنى الحقيقي لإيجابية العمل المجتمعي الذي أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخرج الدين من الكهنوت ومن الشرنقات في داخل المعابد إلى المجتمعات، لكي يحدث ثورة مجتمعية تستطيع الشعوب أن تحيا من خلالها، من خلال عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلذلك الليلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم وكل ليلة هي ليلة قدر. الشهر بالنسبة لنا وبالنسبة لكم في كل شهر هو رمضان. العيد بالنسبة لنا وبالنسبة لكم هو كل عيد ندخل فيه البهجة والسرور على بيت أهل من المسلمين ومن غير المسلمين، كما قال أخونا أبو سلمان، يعني في كل كبد راتب صدقة، في كل كبد راتب صدقة، في كل كبد راتب صدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. أختم معكم بقول إن الإطعام جيد والكساء جيد وتوفير الماء جيد، لكننا لابد أن نمكن هؤلاء الناس من أن يبنوا حياتهم بإعطائهم القدرة على الإنتاج، إعطائهم القدرة على الإنتاج بالتعليم وبتمكين الشخص وبتدريبه وبتأهيله، لكي يستطيع الرجل أو المرأة قادرا على أن يكون منتج. فأرجوكم أيضا أنكم تساعدونا
في المشاريع التنموية التي تحتاجها إثار وتحتاجها كل المؤسسات، ونقف فقط على مشاريع إطفاء الحرائق فقط للإطعام والكساء والشراب إلى آخره، لكن نبني مستقبل لأجيال تأتي، فتحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطانا الله سبحانه من خيره ومن رزقه لنوصله إليه. فنحن لسنا أكثر من أداة وصل بيننا وبين أصحاب الحقوق، وبيننا وبين أصحاب السعادة من المسرين من أمثالكم، أو من سيستطيعون أن يصلوا بهذه الرسالة إلى أفاق العالم كله. فكل من يسمعنا اليوم يستطيع أنه يصل بهذه الرسالة إلى مئات أو آلاف أو أكثر من يحب ويعرف أو ممن لا يعرف أيضا في كل مكان من هذه الأرض. الله دكتور هاري بدنا يبارك فيك إن شاء الله في عبرك، وأنتم كذلك بارك الله فيكم، وبيننا تواصل، فليكن عندنا عهد ووعد مع الله سبحانه وتعالى حتى يعني ندعم ونستمر، ويكون عندنا عهد مع ربنا جلت قدرته أن نستمر في العطاء وفي المساعدة. جزاكم الله خيرا، شكر الله الحبيب دكتور هادي بن ربي يحفظك، وشكر الله هذا المبارك الذي آثر معنا يأتي الطيب هذا يسوقنا، جابنا هو يسوق ويرجعنا هو يسوق، وإن شاء الله ما ينامش. أختم حاجة ثانية بس، وإن شاء الله تعود الأيام ونختم مع دكتور هاني البنا بما يراه جميلا إن شاء الله. أنا بس أختم بحاجة واحدة، عايزين مقترحاتكم تصلنا. جميل، كل مقترح إيجابي عندكم يصلنا، ممتاز، عشان يتحول المقترح إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع، والمشروع إلى برنامج، والبرنامج إلى تغيير مجتمعي. حلو، حذاري يا شباب ان يكون عندكم مقترح لا توصلوه الينا، ابعتوا في الكومنت يعني في التعليقات مقترحاتكم. ارجوكم، لا تستطيع الدول التقدم بدون ابحاث، وتستطيع الشعوب التقدم بدون دراسات، وتستطيع المؤسسات ان تبني مجتمعات بدون اقتراحات، ولا تستطيع الفرد ان يتطور بدون مبادرات ومواجهه الصعاب والمخاطرات لكي يستطيع أن يتغلب عليها. فلذلك بدون مقترحاتكم ودون آراءكم لن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام قيد أمله. فلا تبخلوا علينا على الإطلاق، بمقترحاتكم، فكل مقترح منكم يعتبر بالنسبة لنا فتح من الله سبحانه وتعالى يأتينا عن طريقكم إن شاء الله. ولا تستهينوا بالبحث والدراسة والفكر والثقافة والفلسفة إلى آخره، لأن هذه الأشياء هي التي تغير الشعوب وثقافتها وقيمها وأخلاقها. فاهتموا بمثل هذه الأشياء، واهتموا بالتعليم، وساندوا كل مؤسسة تقف في هذا المجال من أجل إسعاد أصحاب الحقوق. أصحاب الحقوق، وحذاري أن نسمي إخواننا المحتاجين بأنهم مستفيدين فيما بعد، هم أصحاب حقوق ولهم حق عندنا. جزاكم الله خير. الله يكرمك يا دكتور هاني بنا ويحفظك ويعطيك الصحة والعافية. نحن إن شاء الله نسير على العهد والوعد، ولكن نتعاون فيما بيننا، فكونوا لنا شركاء، شاركونا في دعائكم وفي دعواتكم وفي دعمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لما يحب الرحمن ويرضى. أختم أقول نحن أتينا وثقتنا في الله كبيرة، وراجعين الحمد لله بأجمل أمسية تمت في ليالي رمضان كلها قاطبة على قناة الحوار. على فكرة عدنان يقول لي كل الحملات التي تمت مع قناة مع إيسار مميزة، الحمد لله على فضله وكرمهم. فلا تنسوا من دعواتكم، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.